السلام عليكم، معكم ممرض عامر عياسرة. اليوم راح نعرفكم بأفضل علاج لحل مشكلة ألم الركبة، وخصوصا الأشخاص اللي بيعانوا من ألم الركبة بشكل مستمر وبيضطروا يأخذوا مسكنات بشكل مستمر. طبعا أخذ المسكنات ممكن يسبب لك أضرار كبيرة، ممكن يأثر على المعدة أو على الكلى أو على الكبد. فإن شاء الله بهذا الفيديو راح نعرفكم بأفضل علاج لحل مشكلة الركبة، وخصوصا اذا كانت المشكله بشكل مستمر مثل الاشخاص اللي عندهم خشونه واحتكاك بالركبه. ايضا في امراض كثير ممكن تسبب الم وتورم بالركبه، مثلا الحوادث والاصابات، مثلا تورم ركبه نتيجه الكسور او الرذوذ او التواء الركبه او تمزق الاربطه، او ممكن يصير الم بالركبه نتيجه مثلا للنقرس او الروماتيزم. ففي امراض كثيره بتسبب الم وتورم الركبه، وبشر هاي الامراض اللي بتسبب الم بالركبه بشكل مستمر اللي هو خشونه واحتكاك الركبه، اللي هو عباره عن اقتراب عظمه الفخذ من عظمه الساق، وهذا الشيء بيؤدي لاحتكاك مع بعض وتمزق الغضاريف الموجوده بالركبه. وهذا المرض شائع جدا عند كبار السن. كبار السن معظمهم بيعانوا من هاي المشكله وبيعانوا من الم بالركبه بشكل مستمر. فان شاء الله بهذا الفيديو راح نعرفكم بافضل علاج لحل هاي المشكله، والعلاج بتميز انه سريع وسعره رخيص، ايضا ما في ضرر. اطباء العظام بيستخدموه بشكل كبير وبسموه العلاج السحري. والعلاج اللي هو دواء اسمه ديبوميدرول، اللي هو عباره عن كورتيزون بنحقن بشكل موضعي داخل الركبه. طبعا طبيب العظام هو اللي بيقوم بحقنه، والمريض بعدها راح يشعر بالنتائج مباشره، راح يحس بتحسن وزوال للألم مباشرة يعني من أول يوم. أيضا العلاج بتميز إنه سعره رخيص جدا، سعره يعني تقريبا ما بتعدى $3، سعره مصر 5 جنيه تقريبا، في نوعية صناعة مصرية. أيضا العلاج يعني بتميز إنه ما في منه أي أضرار، برغم إنه كورتيزون لكنه بنعطى عن طريق الحقن الموضعي، يعني ما بضر أبدا. طبعا مثل ما قلنا لكم الدواء اسمه ديبوميدرول، دواء اللي هو عبارة عن نوع من أنواع الكورتيزون بنحقن داخل الركبة. ففي كثير من شركات الأدوية بيستغلوا آلام المرضى، وخصوصا آلام الركبة المزمنة والمستمرة مثل خشونة واحتكاك الركبة عند كبار السن، وبيعطوهم أدوية، معظمها أدوية غالية في السعر، في أدوية أسعارها تتعدى $100. أيضا حتى في كريمات وفي عن طريق حبوب لعلاج آلام الركبة، أيضا جميعها يعني أسعارها غالية ومعظمها يعني فائدتها بسيطة، والفائدة يعني ما بتستمر لفترة طويلة. لكن هذا الدواء المريض بحس بالنتائج مباشرة وبريحك من آلام الركبة تقريبا لمدة 6 أشهر. بالنسبة طبعا للخشونة والاحتكاك، هو ما بيشفي من الخشونة والاحتكاك، لكن يعني بريحك من الألم والورم ومشاكل الركبة. فبيظل عليك انك تلتزم بالوقاية لمنع زيادة مشكلة خشونة واحتكاك الركبة، ايضا تعمل تمارين لعضلات الركبة، يعني تعمل تمارين وانت جالس على الكرسي. وبالنسبة لبقية الأمراض يعني غير الخشونة واحتكاك الركبة، الدواء يعني بشفيها بشكل تام وبوقت سريع جدا. طبعا أنا راح أحط لكم صورة الدواء، راح تشوفوا يعني صورة الدواء على الفيديو. فما عليك إذا كنت بتعاني من هاي المشكلة بشكل مستمر ودائم إنك تراجع طبيب العظام وتقول له دكتور أعطيني دواء كورتيزون حقن داخل الركبة. طبيب العظام يعني بيعرف هذا الدواء، والدواء هذا مشهور جدا عند كل أطباء العظام، اللي هو دواء اسمه ديبوميدرول. ايضا الدواء هذا مثل ما قلنا لكم يعتبر علاج سحري للعديد من الامراض، مثلا بيستخدموه لالتهاب الاوتار، ايضا التهاب الاعصاب، ايضا بيستخدموه لمسمار العظم الموجود يعني بكعب القدم. الدواء يعني له استخدامات كثيره، والدواء يعني بحل مشاكل كثيره بوقت سريع وبسعر رخيص وبدون اي اضرار. تقريبا كان هيك كل شيء عن افضل علاج لحل مشكله الم الركبه المستمر والمزمن. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من المعلومات الموجودة بهذا الفيديو. بالنهاية لا تنسوا تدعموا الفيديو بلايك وتشتركوا معنا بالقناة، أيضا لا تنسوا الضغط على الجرس لمتابعتي. نتمنى لكم الصحة والسلامة ويعطيكم العافية.